أهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مستقبل الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في المهرة ودور الحكومة الشرعية من التصعيد الحاصل في المحافظة الواقعة شرق البلاد. أعلنت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة في بيان لها أنها بصدد التصعيد قانونيا وقضائيا وحقوقيا ضد مرتكبي حادثة قتل 2 من أبناء المحافظة أثناء احتجاجهم على استحداث نقطة أمنية تابعة للقوات السعودية في منطقة الأنفاق. واتهمت اللجنة في بيان لها ما أسمته الميليشيات التابعة للمحافظ راجح باكريت بالمسؤولية عن حادثة الأنفاق. وأكدت اللجنة في بيان لها استمرارها في رفض التواجد السعودي على أراضيها مع المطالبة بسحب الميليشيا الخارجة عن القوة الأمنية في المحافظة ووقف تجنيد 1000 جندي يتبعون المحافظ حاليا. عام كامل من التواجد السعودي في المهرة حول مطار المحافظة الوحيد إلى ثكنة عسكرية وأوقف العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء شطون. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مستقبل الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في المهرة ودور الحكومة الشرعية من التصعيد الحاصل في المحافظة. قبل النقاش نتابع التقرير. التصعيد في محافظة المهرة إلى المزيد من الاستمرار وسط حالة من الغضب الناتج عن جريمة الأنفاق التي راح ضحيتها مدنيان 2 وأصيب آخرون، فيما لم يتخذ حتى الآن أي إجراء بحق مرتكبي هذه الجريمة. اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة أكدت في أحدث بيان لها استمرارها في الاجتماعات والمشاورات مع القيادات والشخصيات الاجتماعية في المحافظة خلال الأيام القادمة، معلنة في الوقت ذاته أن موعد الاعتصام القادم سيتم تحديده خلال اجتماع اللجنة الذي تعقده الاثنين. اللجنة شددت على مضيها قدما في التصعيد القانوني والقضائي والحقوقي ضد مرتكبي جريمة الأنفاق، ورفضت بشدة الممارسات التي تقوم بها ما وصفها البيان بالميليشيا التابعة للمحافظ راجح باكريت على ضوء استمرار هذه الأخيرة في الاعتداء على المواطنين ومالك المحال التجارية بحسب ما جاء في البيان. وفي البيان ذاته أوضحت اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة أنها بصدد وضع أسس ومعالجات المرحلة القادمة لكافة أعمال لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة ومواصلة ترتيباتها للتصعيد حتى تحقيق كافة مطالب أبناء المهرة. ليست ساحة واحدة، فقد كان أبناء المهرة بحشودهم حاضرين في أكثر من ساحة على امتداد المحافظة الشاسعة وفي مواجهات سلمية ضد الاستحداثات التي تقوم بها السلطات السعودية في محافظتهم. تحركات كهذه ملأت بنظر المراقبين الفراغ الذي خلفه الغياب غير المبرر للسلطة الشرعية التي تعطلت أدواتها وأجهزتها بعد الانتشار العسكري السعودي وهيمنته على المنافذ والمفاصل الحيوية السيادية للدولة اليمنية في هذه المحافظة، ولم تعوضه الزيارات المبرمجة لكبار مسؤولي الدولة والتي فسرت من قبل هؤلاء المراقبين بأنها لم تكن سوى تغطية للمهمة السعودية الجديدة في شرق البلاد. عام كامل من الاحتجاجات والتصعيد الذي يبدو أنه لن يتوقف في ظل إصرار أبناء هذه المحافظة على مواجهة تجاوزات السلطة المحلية المدعومة من الرياض في ظل وحدة اجتماعية ووطنية قل نظيرها إزاء التهديدات الخارجية التي تتعرض لها محافظة المهرة ويراها المحتجون ضداً على إرادتهم في الحرية والكرامة وتهديداً مباشراً لوحدة اليمن الترابية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع عضو اللجنة المنظمة للاعتصام في المهرة سعيد عفري. مساء الخير أستاذ سعيد. مساء النور، أهلا بك. في البداية أستاذ سعيد، أعلنتم في بيانكم التصعيد سياسيا وحقوقيا ضد القوات المتواجدة في المهرة وضد المحافظ، لماذا هذا التصعيد؟ نحن في اجتماع اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي عقد يوم الخميس الماضي، توافقت اللجنة بمختلف جميع أعضائها على أن المطار المطلب الحقوقي يجب أن يكون في أولويات اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي وبالذات دماء الشهداء الذين ذهبت وأريقت دماءهم هدرا هكذا وهم أبرياء. نعم. ثم بعد ذلك طالبنا بحقيقة أن يكون هناك اعتصام سلمي، اجتماع في يوم غدا الاثنين للجنة المنظمة، وبذلك ستكرر متى يعقد المهرجان القادم. فهذه الأمور لا زالت في أولويات اللجنة المنظمة،
للاعتصام السلمي بمحافظة المهرة على أنها تديرها بطريقة سلمية بإذن الله. نعم، أعلنتم عن خطوات تصعيدية، ما هذه الخطوات التي تملكونها ضد التواجد السعودي في المهرة؟ نحن بصراحة لم نصعد لا من سابق وسابق ولا في الفترات القادمة، لن نعلن التصعيد بما يعني الكلمة من تصعيد، أكان ذلك تصعيد مواجهة أو غير هذا، إنما تصعيدنا هو سلمي، تصعيد حقوقيا مطلبيا مشروعا لنيل الحقوق المستحقة لأبناء محافظة المهرة من أي هيمنة، سواء كانت من الجانب السعودي أو حتى من أي جهات أخرى خارجية تهيمن على أرض المهرة دون وجه حق أو دون دراية بأهلها مشايخها وسلطاتها. هذا الذي نحن ننشده دائما، شعاراتنا سلمية ترفع هكذا في جميع المحافل وأمام الأعلام، لن نكون هناك، لن تكون هناك في نوايانا أي تصعيد بما يوصف أنه تصعيد مواجهة أو شيء من هذا القبيل إطلاقا، إنما تصعيدا مطلبيا وكان أو حقوقيا للمطالب بدماء الشهداء ودماء الجرحى الذين صراحة أريقت دمائهم ب. نعم. طيب، ابقى معي أستاذ سعيد، نشارك معنا أيضا عضو اللجنة الإعلامية للاعتصام علي مبارك بن محامد، مرحبا بك أستاذ علي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، أيضا ذكرتم في بيانكم أن التصعيد ضد أيضا المحافظ باكريت وضد أي خطوة لتجنيد 1000 شخص من أبناء محافظة المهرة في السلك الأمني والعسكري، لماذا هذا التصعيد ضد المحافظ؟ أول سنة في الحقيقة هناك مستجدات كبيرة على الساحة المهرية، من ضمن هذه المستجدات هو ما تطرحه الآن، هو سؤالك عن تجنيد 1000 شخص في المحافظة. هذا التجنيد نحن نعتبره أنه تجنيد عشوائي، أنه تجنيد تابع المحافظ وليس تبع إدارة الأمن بالمحافظة. بما أنه تجنيد عشوائي فلا بد أن يكون هناك اعتراض على هذا التجنيد، لأنه هو شراء ولاءات، وهو تجنيد لا يخدم مصلحة المهرة وإنما يخدم مصلحة المحافظ شخصه، لأنكم كما تعلمون أن المحافظ اختزل القرار بنفسه منذ توليه، ولم يوكل أي مهام سواء المهام الأمنية أو حتى المهام التنفيذية بالنسبة للمكاتب التنفيذية والوكلاء وغيرهم. يعني الآن الذي يقود المحافظة هو المحافظ شخصه فقط، هناك احتكار وهناك مركزية لا مبرر لها في إدارة المحافظة من قبل المحافظ والقوات السعودية، وفي الأساس هو الأمر هو من المطار وليس من المحافظ نفسه. بالنقطة هذه، نقطة 1000 شخص وتجنيد 1000 شخص، هذه يعني برأي وبرأي المراقبين أنه هناك تجنيد 1000 شخص تجنيد عشوائي، لا يعني ليس هناك رقم أمني وليس هناك ولا تخضع لإدارة الأمن في المحافظة ولا حتى في المديريات. هذا أتى يعني الآن عبر المجلس السعودية في المطار، وهذا أمر يعني يعارضه أبناء المهرة يعني حقيقية، لأنه لو كان هو عبر المؤسسة العسكرية وعبر المؤسسة الأمنية وعبر وزارة الداخلية هذا الأمر مطلوب، الأمن مطلوب للكل. أما أن يكون قوات تبع المحافظ كما واجهت في الأمس وهناك قاتلات فهو تواجه الناس في غدا وبعد غدا، فلذلك لابد من الوقوف أمام المحافظ. نعم علي، المحافظ أعلن إبان الحادثة بأن الذين قاموا بالاعتداء على أبناء المهرة وقتل منهم 2 عند الأنفاق هم عصابة خارجة عن النظام والقانون، وهم يحاولون يعني القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. إذن لماذا هذا التصعيد والاتهام واتهام المحافظ بهذا الحادثة أو بهذه الحادثة بهذه الصورة من قبلكم؟ مر الآن، قد مر على الحق فترة طويلة الآن، لم يصدر أي مستجدات بالنسبة للقضية هذه. هناك أمر بتشكيل لجنة من قبل المحافظ برئاسة الوكيل الأول، ولكن للأسف لم ترى النور إلى الآن. لو هناك بوادر من أجل حل هذه القضية لكانت تضغط، ولكن للأسف نحن نستغرب، هناك قتلى وهناك أسر للشهداء وإلى اليوم لم تشكل اللجنة ولم تباشر عملها ولم يحصل منها حتى بيان تعزية للأسر الشهداء. فهناك نحن منذ اليوم الأول بعد الحادثة هناك أمر من قبل المحافظ أن هؤلاء يعني خارجين عن القانون وأنهم مهربين وأننا قضينا عليهم سنضربهم بيد من حديد.
نعم. في نفس اليوم التالي ظهرت انه هناك تشكيل لجنه، قمنا يعني ونحن في لجنه الاعتصام تقبلنا الامر، تشكل لجنه ماشي اي اشكاليه، هناك لجنه تتشكل وتحقق بالامر، ولكن للاسف لم تظهر اي شيء من هذه الامور. نعم. يعني بالعكس. طيب. بالعكس يعني لليوم يعني ما نحن نستغرب حتى السكوت الشرعيه، الحكومه الشرعيه بما اننا نددنا ورفعنا صوتنا للكل، والى الان لا رئاسه الجمهوريه ولا رئاسه الوزراء ولا بيان من اي منهم يعني انه طيب يظهر حق من عقوب. نعم. طيب علي نشرك معنا في الحديث الناشط السياسي والقريب من محافظ المهرة سعيد إبراهيم، مرحبا بك أستاذ سعيد. أهلا بك أستاذ سعيد، موقفكم أنتم الآن من هذا البيان الذي ربما فيه لهجة تصعيدية واضحة ضد المحافظ وضد التواجد السعودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر قناة الجيف على إتاحة الفرصة للحديث عن مثل هذه القضايا. طبعا اخواننا الله يهديهم في زياره ما يسمى بالاعتصام، مصرين على الاعتصام وعلى التعال مثل هذه الازمات للاسف. حقيقه ما حدث في هذه فرقه الارض هذا مسؤول من كل السيطره والكل لا يرضى فيه. تم جهد روحين من ابناء المهره شابين، احد من جريتنا مدينه حصن والثاني من جريه اخرى مجاوره لنا مدينه قصر، وما كنا نتمنى ان يحدث هذا، ولكن هذا كله اتى كنتيجه للملابسات والظروف التي ادت الى حدوث هذا الشيء المتمثل بتجنيد بدانيه مسلحه. طبعا خارج عن نظام وقانون يعارضون السلطه الامنيه والسلطه بالمحافظه على استحداث نقطه امنيه، رغم انه هذا الامر يعني بامكان السلطه ان تحل هذه القضيه والاستفاده. نعم. استاذ سعيد الان البناء الذي يصير عن اخواننا في الاعتصام كله يتحدث عن امور امنيه بحته وليس امور سياسيه، هم معروفين انهم موضوع مغيره السياده والتواجد على قولهم يعني السعودي وما الى اخره. الان يتجه كل اتجاه نحو الشيخ راجح خليفه رئيس محافظه المحافظه، لا ندري بالتوظيف الدوافع والسباب هذه الاستهداف الشخصي لمعالي المحافظ، هل هي امور ذاتيه ام ماذا؟ كيفما كان الامر هذه قضايا امنيه والاجهزه الامنيه هي المعنيه بالامر وهي التي تثبت فيها ان شاء الله. واليوم حسب ما وصلنا من اخبار ان اللجنه الامنيه اجتمعت وناقشت في التقرير اللجنه التي بصدد التحقيق في امر حادث انفاذ فرسك. نعم. ولماذا التصعيد ولماذا تثبيت بناء الشهيدين السابقين؟ ما يجب تثبيتهم وما يجب التعامل مثل هذه الازمات. المهرة بخير. نعم، طيب استاذ سعيد. من يتساءلون لماذا التواجد السعودي في المهرة، ماذا تجيبون عليهم؟ عندما يسأل معظم أبناء المهرة لماذا التواجد السعودي في محافظة المهرة رغم أن المهرة لا يوجد فيها لا ميليشيا ولا توجد فيها ميليشيا انقلابية وهي تبع الدولة وتحكم من الدولة والشرعية أيضا. نعم، المهرة جزء من اليمن واليمن حدث فيها انقلاب عسكري حوثي وقوات ظلامية تمثيلية على الدولة، والإمارة جزء من جزء، وبالتالي التواجد السعودي في اليمن كغير من المحافظات اليمنية هو التي فيها المواجهات أو التي ليس فيها المواجهات. ربنا هذه التواجد الأخوان والثقافة السعودية في المهرة لأجل تأمين المهرة، بحكم أن المهرة لديها سبيل صحراوي كبير وسبيل صحراوي. الحمد لله المهرة خالية من الإرهاب، والمهرة خالية إن شاء الله من الأمور هذه، ولكن هذا من الباب الاحترازي. والتواجد السعودي لا يشكل اي ضرر للمهره، بل ان المملكه العربيه السعوديه تقدم الكثير من المساعدات والكثير من المشاريع لشعبنا اليمني، ومنها المحافظة المهره التي تنتشر فيها برنامج الاعمار، اعمار اليمن الذي يتبع على اثار الحرب، وباذن الله يعني الامور يعني ما يجب يعني اعطاء الامر هذا المنحى. اخواننا لا ندري بهذه الدراسه الاعتصام لماذا يصرون على هذا الامر. السعوديين هم في بياناتهم في بعض البيانات يفيدوا بالتحالف العربي ويفيدوا بالسلطه الشرعيه، وترى من جانب اخر الكثير من الانشطه والكثير من الفعاليات التي ينظموها يعني مضاده للمملكه العربيه السعوديه والتحالف العربي. اي انسان في اليمن يعني يجب الجميع ان يسامح ويرحب باخواننا على ثقافه التحالف العربي التي ناتيه عندنا لنجدتنا ولانقاذنا والحفاظ على الامن القومي اليمني ومنها المهرة. نعم
طيب أخي سعيد ابقى معي نشرك، أعود إلى الأخ سعيد عفري عضو اللجنة المنظمة. أخ سعيد، صرحت السفير السعودي والسلطات السعودية أكثر من مرة أن التواجد في المهرة هو فقط من أجل التنمية ومن أجل خدمة أبناء المهرة والإشراف على المياه اليمنية من التهريب. ونحن نرحب بهذا إن كان هذا ذلك هو الواقع، ولكن نرى نحن في الواقع عكس هذا. ما الذي ترونه أنتم؟ ما الذي ترونه أنتم؟ أنه بالأول الأخيرة قبل فترة سقطت أحد المروحيات التابعة للقوات السعودية في منطقة تنهالن، ومن ثم صرح الإعلام السعودي بأنه هذه المروحية تطارد الإرهابيين. وأين؟ في أرض المهرة. ما هذا؟ هل يريد هؤلاء إن الأخوة السعوديين اللي نحن نعتبر يعني بمعنى الكلمة يعني في الجزيرة العربية، نعم، يوصفون بهذا الوصف نحن إرهابيين؟ أضف إلى ذلك الأخ المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت عندما تم أطلاق النار على هؤلاء الأبرياء الناس الذين يتناولون وجبة عشاء في ليل لا يدرون بأي حاجة، يصرح عقب الحادث بأنه تم الضرب بيد من حديد لهؤلاء المهربين. من هم المهربين؟ ومن ثم نحن نعرف أن هناك شيوخ وهناك وكلاء كانوا موجودين وهناك أشياء، يعني أنت تضرب الناس وتلصق بهم التهم. هذا الأمر صراحة أزعج الكثير من أبناء المهرة كافة، وليسوا أعضاء لجنة الاعتصام، نعم، بحد ذاتهم أو أهالي الشهداء. طيب أستاذ سعيد، نحن نرى أن المملكة العربية السعودية حاليا نحن نرحب بكل المشاهد. نعم. أسلحة ودبابات ومعسكرات وإنشاء معسكرات في مدننا وفي قرانا المسالمة الآمنة، هذا لا أحد يقبله إطلاقا، حتى نعم. أي فرد من أبناء محافظة المهرة لا، طيب لا يقبل بهذا. لأن المهرة، نعم، التحركات التي ترون أنها تشكل خطر على المهرة من قبل القوات السعودية ما هي؟ بالفعل هذه الأمور عندما تتدخل القوات السعودية في كل شاردة وواردة في محافظة المهرة، هذا هو الضرر بحد ذاته. أن هناك أنت جاي أتيت إلى المهرة للمساعدة للإعانة، لا يفترض أنك تتدخل بأمور أمنية داخلية وحاجات من هذا القبيل، أو تدفع بآليات عسكرية لضرب الناس. نحن إلى حد الآن لم تصرح السلطات المحلية ولا الأمنية بحادثة التي جرت في الأنفاق، لم تصرح بحاجة ولم تدينها ولم تعبر حتى عن أسفها. هذا الذي يغضب الجميع صراحة. نعم. نحن في المهرة لن نتعود على هذا إطلاقا منذ قديم الزمان، ولهذا نحن الآن منذ مجيء الأخ راجح باكريت مع احترامنا له نقدره ونجله ونجل أسرته، ونحن هو نعرفه من أسرة جيدة آل باكريت، ناس محترمين، ولكن عندما يتجرأ، نعم، إلى هذه الأمور لقتل ابنه فهو بحد ذاته ينقض على نفسه صفة المحافظ. نعم. المحافظ هنا يجب أن يحافظ على ابناء المهرة بشكل عام طالما وانه محافظ. نعم. سؤال اخير استاذ سعيد، لم ياتي. نعم. سؤال اخير، الان مطار الغيضه وميناء نشطون وميناء شحن، لماذا توقفت الاعمال فيها؟ هذه الامور بصراحه لا نعلمه، انا خاصه لا اقدر افتي فيها بالتحديد لانها مش من صلب اختصاصي، أو لم أكن بصريح العبارة على دراية كاملة بهذا، ولكن أعرف أن المطار هو تابع للقوات السعودية، تطلع الطائرة العسكرية يوميا مرارا وتكرارا نشاهدها، لا ندري ما فيها، هذا الذي نراه. أما في الميناء وفي النقاط المنافذ الحدودية فلست على علم يقينا بما يجري صراحة، ولكن هذا الذي يثيرنا أن المطار يجب أن يكون نافذة لليمن بشكل عام، للبوابة الشرقية لليمن بشكل عام، وهنا الآن نراه هو يتكدس بالآليات أو بالطائرات العسكرية الطالعات النازلة، وهذه صراحة، نعم، لا نفضلها، لا نفضلها من شقانا في المملكة العربية السعودية، كنا، نعم، نتأمل عكس ذلك. نعم، شكرا لك عضو اللجنة المنظمة للاعتصام الأستاذ سعيد عفري، كنت معنا من المهرة. وأعود إلى عضو اللجنة في الاعتصام
الإعلامي علي مبارك بن محامد. أستاذ علي، الآن فيما يخص الآن مطار الغيضة، كما تحدث أيضا الأستاذ سعيد يقول بأنه من قبل السعودية هي من تستخدم المطار وأغلقته في وجوه اليمن وتشرف عليه بصورة مباشرة، وهناك أيضا طيران عسكري دائما يذهب ويعود إلى مطار الغيضة. يعني ما الذي رصدتموه أنتم كمحتجين وترون أنها خطوات مشبوهة ومريبة بالنسبة لكم كأبناء محافظة المهرة؟ أولا بالنسبة للتدخل السعودي، وأول من أتى إلى المهرة، نعم أستاذ علي، حالف لليمن بشكل عام. أما أنهم وما أتوا إلى المحافظة وبالذات إلى المطار من أول يوم، فهم اخترقوا السيادة اليمنية أولا قبل السيادة المهرية، وهذا الأمر الذي أقلق الغيوريين من أبناء المحافظة، أن هناك من يأتي أو يتوصى عليهم أو أنه يخترق الأماكن السيادية زي المطار أو المواني. هناك تعرضت الحياة بشكل عام بالنسبة للمواني، المواني البرية أو الحدودية من نشطون أو المواني البرية من شحن وغيره، هناك يعني هناك أصبح الآن الوضع محتكم في المحافظة بسبب التواجد السعودي مقلق للغاية. هناك آليات عسكرية تفوق ما يتواجد بالنسبة يعني في أماكن ما يوجد عند الحوثي، يعني بإمكان التحالف أن يأخذ هذه القوات العسكرية ويواجه فيها الحوثي الانقلابي، ألا يأتي بها إلى المهرة؟ لا يكون يعني هناك سكنات عسكرية داخل المحافظة في نعم. طيب أستاذ علي، أعود للأستاذ الناشط السياسي سعيد إبراهيم. أستاذ سعيد، أنتم الآن يعني ربما يعني معظم من الكثير من أبناء محافظة المهرة وغير المهرة يقولون بأن المحافظ هو يعمل على خدمة أجندة سعودية وربما مال بالفترة الأخيرة بصورة مباشرة، لماذا برأيك؟ والله الذي أعرفه أنا أنه معظم أبناء المهرة بكل المكونات السياسية والغبنية مع الأمن مع الاستقرار مع السلطة، والدليل الحشود الجماهيرية التي أتت بكل مديريات ونواحي المهرة أثناء مهرجان عيد الاستقلال الوطني في 6 ديسمبر في العاصمة الغيضة، وكلها تأييد وكلها مساندة للشيخ رابح سعيد باكر. الشيء الآخر، البطولة التي احتضنتها المهرة قبل أيام بطولة دولية، وهذا حدث رياضي يقام لأول مرة في المهرة، هذا حتى وإن كان رياضي يتم مؤشر على استكشاف الأمن والاستقرار والسكينة والاطمئنان. نعم. العلم ايش الدوافع وخاصه القيادات التي تسير هذه الاقسامات، وهذه الاقسامات مع احترامي لقياده الاقسامات ليس لدواعي وطنيه، ليس لدواعي وطنيه، كلها مزوقه كما يقول اخواننا اليمنيين، كلها بالفلوس، يعني كلها مسيره بالفلوس، ما في فلوس ما يجي. والان في ادله في كثير سرقوا هذا التأييد، تأييد المعتصمين، والدليل الحصول الكبير التي اجت يعني الرسالة للرأي العام المحلي في المهرة والرأي العام الوطني والأمنيين بأن أبناء المهرة كلهم مع الدولة وبأنهم مع المحافظة في خلال سعيد بكري الذي يقدر جهود وطنية في سبيل أعمار المهرة وفي سبيل تطوير المهرة وفي سبيل تحريرها من الإفساء والتهريب التي عانت منه سنوات بالعديد من السنين. فبالتالي المحافظة يبذل جهود سواء كان بالتواصل مع التحالف أو مع الحكومة الشرعية لإيجاد مشاريع فدراسية تنموية في المهرة، ولكن للاسف ان اخواننا المعتصمين هؤلاء نشرت في الكلام السابق انهم بجواب ربنا تقنيا لا نريد فرض ايش اللي بيديروا خاصه رياده الاعتصام للمحافظ. ولكن استاذ سعيد، استاذ سعيد كانت اكثر من مره تم الاتفاق على شروط معينه مع المعتصمين بأن القوات السعودية سترحل، وأيضا اللجنة الخاصة بمتابعة من قاموا بالاعتداء على أبناء المهرة وقتل 2 في جريمة الأنفاق، لكنها لم تنفذ أي من هذه الاتفاق، وهم عاودوا الاعتصام لأن هذه الاتفاقيات لم تنفذ. والله هم أخواننا في جهات الأسلام يحاولون القيام في المياه العكرة اليوم اجتماع اللجنة الأمنية في المهرة لمناقشة اللجنة التي تم تشكيلها ونزلت ويعني الدراسة ومعرفة والبحث وتدفق الحجارات في حاجة الأنفاق، وسيصدر ديانة كريتة وسيصدر بلاغ عن هذه اللجنة الأمنية عن الاجتماع هذا. السلطة مهتمة بأمن المهرة، مهتمة باستقرار المهرة، الشابين الذين جدت روحهم كل ما بسبب زائدات أخواننا والذين يحاولون تسليط الدماء وطالبوا وأكدوا في أكثر من
اللصوم، لكن التواجد السعودي في اليمن مربوط بالحرب في اليمن على الحوثيين، وبالتالي ربما يكون هذا التواجد آمن وموقف، ولا داعي للتصعيد ولا داعي لمحاربة يعني اعلان الحرب وعلى المنافسة التحالف العربي. لا حد في هذا التحالف العربي الا الحوثيين، انا ما اتكلم عن الحوثيين عندنا في الاماره او ان حد موالي لهم، لكن استغرب استغرب والله انه في ديانات. نعم نعم استاذ سعيد، إذن ربما فقدنا الاتصال بالناشط السياسي المقرب من محافظ المهرة سعيد إبراهيم. عودة أخيرة فقط إلى عضو اللجنة الإعلامية المنظمة للاعتصام الأخ علي بن مبارك. أستاذ علي، سؤال أخير فقط الآن، ما الذي تتوقعه للمهرة في المستقبل إذا ما زادت هذه الاحتجاجات والتصعيد واستمر الرفض من قبل القوات السعودية بالرحيل وأيضا سياسة المحافظة المؤيدة للتواجد السعودي؟ طبعا هناك بيكون يعني تصعيد كلي بامتياز، لن نقرر عن نقال السلمية، سوف نلاحق المتسببين في حالة الأنفاق قضائيا وقانونيا، سوف يكون هناك فعاليات ومهرجانات وسوف يكون هناك تنديد ورفع القضية للمحافل الدولية. هناك نقطة مهمة ذكرها بالمناسبة، هذا الحشد دعت إليه السلطة المحلية، هو حشد بمناسبة 30 نوفمبر حتى ما نعرف والذكرى المعروفة. هم يعني المواطنون والأهالي وكل أبناء محافظة المهرة حضروا هذه الفعالية بأنها فعالية من أجل عيد وطني، من أجل فعالية قومية وفعالية وطنية، وهم يحاولوا أنهم يختزلوا هذه الفعالية إلى أنها تأييد للسلطة المحلية. بالعكس، يعني بإمكان السلطة أن تدعو إلى فعالية باسم السلطة أو تأييد لشخص المحافظ، هم لم يفعلوا، إنما دعوا إلى فعالية 30 نوفمبر ويحاولون الآن إعلاميا أن يسوقوها أن هذول الحشود تأييد للمحافظ. بالعكس، هذه الحشود كلنا وكل أبناء الاعتصام وكل أبناء محافظة المهرة يعني يحضر. نعم، أشكرك عضو اللجنة الإعلامية للاعتصام علي بن مبارك، كنت معنا من المهرة، وكذلك للناشط السياسي سعيد إبراهيم وأيضا لعضو اللجنة المنظمة سعيد عفري. ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا الزميل عبد الرقيب الأبارة معد هذه الحلقة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.